أخبار اليوم. دكتور أشرف صبحي، بنرحب بحضرتك بأول أخبار اليوم، مساعد وزير الشباب والرياضة. كنا عايزين نعرف أهم ملامح الأنشطة الرياضية في مصر. الأول، إحنا النهاردة موجودين بمناسبة نهائي كأس العالم اللي بتنظمه الاتحاد المصري للبلياردو برعاية مؤسسة الأخبار. في الحقيقة يمكن كان موجود أكثر من 22 دولة، كمان يعني الدعم من السيد المحافظ ووزارة الشباب والرياضة. وكالعادة الختام النهاردة كان حاجة محترمة جدا، أبطال العالم موجودة، بينقل من خلال أكثر من وسيلة على العالم كله، ومن ضمنها القناة المتخصصة البلياردو، وحفل ختام اللي حضره الأستاذ ياسر رزق. فده من الأنشطة الرياضية اللي احنا بنهتم بيها التي تؤازر السياحة في مصر. على مستوى الايفنت ايضا، امبارح كان في يوم جميل في الحقيقه، تم تحققه في مصر، ماراثون زايد الخيري اللي بيحقق اكتر من هدف واحد، يمكن حجم التبرعات اللي النسخه الاولى حققت 120 مليون جنيه مصري لمستشفى 57. الماراثون السنه دي اكتر من 35 الف مشارك، كمان نقل اكتر من 3 ساعات على الهواء لمحطات مختلفه داخل وخارج مصر. العوائد طبعا الخاصه بالتبرعات اكيد هتحقق انجاز اكتر من السنه اللي فاتت. كمان مليون جنيه قيمه الجوائز اللي وزعت على 250 فتى وفتاه مصريه من خلال التسابق. التنظيم كله من الالف للياء، الابتكار والتنظيم وكل حاجه، وزاره الشباب والرياضه اللي بالفعل النهارده وسائل الاعلام الرياضيه اتكلمت على هذا التنظيم انه وصل درجه 100%، فدي حاجه نعتز بيها يعني. اما على مستوى الانشطه، حضرتك بتقول لا، في رؤيه كبيره جدا، كل يوم في حدث وزاره الشباب والرياضه موجوده فيه على مستوى الشباب وعلى مستوى الرياضه. ورؤيتنا بتتبنى اتجاهين، اتجاه السرعة الشديدة جدا في البنية الأساسية والملاعب ومراكز الشباب والأندية، تطوير الاستادات، المرافق الرياضية زي الصالات والحمامات السباحة، استضافة الأحداث العالمية في الأجندة الرسمية، الاتجاه الثاني يعني اللي بيها الاتحادات بجرأة بتستضيف وبتقدم الاستضافة، زي ما شفنا الاتحاد كرة اليد 16 يناير بطولة افريقيا، و 2021 استضافة كأس العالم، ودي حاجة كبيرة جدا. الغرار ده او الاجندة الدولية موجودة، احنا بنشجع فيها الاتحادات عليها. الجانب الثالث، المشروعات القومية في مجال الرياضة اللي بنشتغلها بشكل كبير. الجانب الرابع، البطولة وريو دي جانيرو والاتحادات الرياضية على برنامجها مع اللجنة الأولمبية المصرية وكيفية دعمها. المشروعات الأخرى زي التعاون مع الوزارات المختلفة من خلال وسيلتنا، وسيلة الرياضة دي، كلها رؤى احنا بنبلورها في زمن وفلوس، بنجري فيها في اتجاه كبير لصالح يعني الرياضة المصرية وصحة المواطن المصري. الرياضة رسالة، فازاي نقدر نطوع هذه الرسالة للاستثمار السياحي أو للجذب السياحي؟ احنا عملنا مؤتمر كان اسمه مرتقى الاقتصاد الرياضي المصري، في الحقيقه حققنا فيه اهدافنا، وده نوال مؤتمر اقتصادي المرتقى. المرتقى كان بيشجع فيه اللقاءات ما بين الجهات الرياضيه المصريه اللي عندها مشاريع زي انديه الاهلي والزمالك، المشاريع الرياضيه اللي فيها، وما بين الشركات اللي بتعمل وتشتغل في اريا بنسميها سبورتس بيزنس او صناعة الرياضة، الجامعات والمدارس، تصنيع الأدوات والأجهزة الرياضية. دي كلها كانت مرتقيات حققت يعني غرض كبير جدا، من ضمن هذه الأغراض السياحة الرياضية. احنا بنشتغل بشكل عام للسياحة الرياضية في ان احنا بنورد وبنستورد الاثنين مع بعض، الحدث الرياضي وبنخليه دايما في المدن الساحلية اللي محتاجة، زي اللي احنا فيها الغردقة، زي شرم الشيخ، زي الأقصر، زي أسوان. دي مناطق بتعتمد فيها الدخل القومي ليها كمحافظة على السياحة.